القوات الروسية 771 عنصرا من كتيبة القوميين الأوكرانيين أزوف المحاصرين في مصنع أزوفستال في ماريوبل، وبذلك يكون عدد المقاتلين الأوكرانيين الذين استسلموا للقوات الروسية منذ 16 من مايو أيار الجاري هو 1730 مقاتلا، من ضمنهم 80 جريحا، ويتم تقديم المعونة الطبية للمحتاجين منهم في المراكز الطبية. ونشرت الوزارة صورا لاستسلام دفعة جديدة من الجنود الأوكرانيين المحاصرين في المصنع بماريوبول. وأفادت وسائل إعلام روسية عن استسلام نائب قائد كتيبة أزوف القومية الأوكرانية سفيتوسلاف بالامار الذي كانت قواته تتحصن بالمصنع. Подразделение. Проходи, проходи. Сразу занимаемся. Вот.